اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام الى نافذه متجدده تاتيكم دوما من الان لاستعراض وتسليط الضوء على اخر وابرز التطورات الجاريه هذه المره على المستوى الاقليمي والدولي. في اليمن رحبت القوات اليمنيه المشتركه اليوم بمخرجات اجتماع اللجنه الرباعيه الدوليه بشان اليمن والاتفاق على ضروره تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشان مدينه وموانئ الحديده خلال 18 يوما. جاء ذلك في بيان لقاده الوحدات العسكريه في القوات المشتركه عقب اجتماع في الساحل الغربي للبلاد بعد اتفاق الرباعية لوزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات وممثل الخارجية الأمريكية. أكدت القوات أهمية إفساح المجال أمام المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران بحتمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم خلال 18 يوما والانسحاب من موانئ الحديدة قبل انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في 15 من مايو المقبل. وقد تمكن الجيش اليمني من السيطرة على مديرية باقم بمحافظة صعدة ونزع كافة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في أراضيها، كما أعلن الجيش إحكام سيطرته بدعم من طائرات التحالف على فوق التي كثفت فيها الغارات على مواقع الميليشيات الحوثية عبر مواقع عدة في محافظات صعدة والضالع وتعز. للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ جمال باراس الكاتب الصحفي اليمني. استاذ جمال، ما هي الاماره التي قدمت عبر كل المسارات الماضيه تقول بان ميليشيات الحوثي يمكن ان تلتزم باتفاق ستوكهولم او غيره من مخرجات الاتفاقات التي وقعت عليها؟ بالطبع من الواضح ان هذه الجماعه وفق لنهجها الذي اتخذته هي جماعه في النهايه هي جماعه غير منظمه، جماعه ارهابيه. حقيقة كل الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها ليس فقط اتفاق ستوكهولم، ولكن كان من قبله مجموعة كبيرة من المفاوضات والاتفاقات سواء كان في جنيف واحد أو جنيف اثنين أو حتى في داخل مدينة الكويت. كان هناك اتجاه لاتفاق نهائي وحسم العملية العسكرية والاتجاه نحو العملية السياسية، وتم بالفعل الاتفاق عليه ولكن لم يتم تنفيذه. واخيرا كان هناك امل كبير في ان يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، واود ان اشير الى ان اتفاق ستوكهولم ليس هو مؤشر لنهايه الحرب، ولكن هو اتفاق يعزز ويعزز الثقه. كان هذا الاتفاق لتعزيز الثقه بين الحكومه الشرعيه والحوثيين، وان يتم بموجب هذا الاتفاق الانسحاب من ميناء الحديده وراس عيسى، وبعد ذلك يتم الاتجاه نحو تعزيز الامن في هذه المواني، و ثم ومن ثم تعزيز الامن في المدينه، ومن ثم يتم الاتفاق على اليه لسحب تنفيذ قرار المجلس الامن رقم 2216 بسحب الاسلحه من الحوثيين. ولكن بكل اسف هذا الاتفاق لم يتم، وهناك بالطبع اعطيت ليست فرصه واحده ولكن عشرات الفرص، ودائما يتم الاتفاق على الاتفاقات. واعتقد ان في خلال الايام الماضيه العملية الخداعية التي ارتكبها الحوثيين في جبهة الضالع ومحاولتهم الدخول إلى أراضي الجنوب مرة أخرى يؤكد مدى تفكيرهم وكيف أنهم لا يؤسسون إلى سلام. هذه المنطقة في محافظة الضالع كانت تم تحريرها منذ أكثر من 3 سنوات، أعادوا الكرة إليها ليلفتوا الأنظار لأنهم لا زالوا لديهم الإمكانية والقدرة للخوض في معارك، ولكن الحمد لله تم دحرهم وتم ايقافهم. ولكن هذا يثبت للعالم اجمع انهم لا يريدوا التحدث ولا يريدوا تثبيت السلام. لكن يبدو ان هناك استئسادا من قبل بعض الاطراف الدوليه بحتميه تنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم، وهناك دعوات مستمره من قبل الحكومه اليمنيه بانه لا مناص من تنفيذ هذا الاتفاق، وكل المعطيات والمؤشرات التي سقطها استاذ جمال تقول بانه ليس الحوثيين ليسوا مطالبين على الاقل بحكم الضغط الواقع عليهم بان يذهبوا الى تنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم، ما يريدوا ان ينفذوه من مناكفات او مشاكسات على الارض ينفذوه حقيقه، ولا يبدو انهم سيذهبوا بكلفه مجانيه او بدون مقابل الى تنفيذ مخرجات اتفاق ستوكهولم. اتفاق ستوكهولم ليس بدون مقابل، ولكن اود ان اوضح ان اتفاق ستوكهولم كان هناك الكثير من الاطراف اليمنيه ينتقدون الحكومه الشرعيه لانها دخلت في هذا الاتفاق، لان في هذا الاتفاق كان هناك بعض التراجع عن القرارات العسكريه، كان هناك بعض التراجع عن السياده في هذه المناطق. ولكن في الاخير نحن جميعا كيمنيين اعتقد ان هذا الاتفاق شكل حاله من الاجماع والموافقه حتى وجود اصوات معارضه،
لأن في الأخير بعد هذه السنوات الطويلة من الحرب أصبحنا طوابين للسلام أيا كان ثمنه. وأنا أعتبر أن الجميع في هذه الوقت وفي هذه الحرب هو مهزوم، لأن في النهاية من يسقط هم أبنائنا وأهلنا وأخواننا، ومن يتضرر هم المدنيين الأبرياء، وهم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، وهم الذين خسروا الآن الكثير والكثير، ويتساقط الأطفال والنساء يوما بعد يوم. ولهذا أيا كان الانتفاض وأيا كانت التنازلات، نحن نعتبر من يتنازل اليوم هو تنازل من أجل أبناء الشعب اليمني. ولكن اليوم يجب أن يتم اتخاذ قرارات، وهو هذا الذي تطالب به ويطالب به أبناء الشعب اليمني من المجتمع الدولي وأيضا من الحكومة الشرعية، أن يتم إعداد ملفات. هذه جماعة إرهابية لا تمتلك حسابات بنكية ولا تحارب حرب منظمة حتى يتم محاصرتها اقتصاديا أو يتم اتخاذ إجراءات مثلها مثل أي دولة أخرى حتى ترضخ. ولكن هناك إجراءات أخرى استثنائية، وهو ما هو نأمل وما هو منتظر في حالة عدم تنفيذ اتفاق الحديدة. في يوم 15/5 سيتم انعقاد مجلس الأمن، ومجلس الأمن مخول باتخاذ إجراءات أخرى حاسمة، ومنتظرين أن يتم إصدار قرار حاسم ويحدد أسماء الأشخاص المعرضين لتنفيذ اتفاقات السلام في داخل اليمن، ويتم اتخاذ عقوبات عليهم، ويتم أيضا محاكمتهم إذا كانت المحاكمة اليمنية. حضرتك ذكرت أن 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 الميليشيا لا تمتلك جسد أو كيانا مؤسسيا يمكن من خلاله أن يحاصروا على النحو الذي تقوله من بعد ذلك، لا حسابات بنكية، لا حسابات مصرفية، لا تمويل مباشر حتى عبر قنوات شرعية. هناك أنا أريد أن أتحدث عن أن هناك إجراءات أخرى استثنائية من الممكن اتخاذها، وهو ما يتم اتخاذه ضد الكثير من الجماعات الإرهابية التي ثبت وإدراجها في ضمن الجماعات الإرهابية. اليوم جماعة الحوثي إلى اليوم لا تدرج ضمن الجماعات الإرهابية في عدد كبير من المنظمات، هذا من جانب. اليوم جماعة الحوثيين ما زال المجتمع الدولي يفتح أبوابه، هناك كثير من الدول تفتح أبوابها لجماعة الحوثيين وتستقبلهم وتطالب الحكومة اليمنية بالجلوس معهم. طيب لكم في تجربة أخرى، لكم في تجربة أخرى عبر أستاذ جمال، يعني إذا كان حزب الله اللبناني مدرج على قائمة الإرهاب الأمريكي، وإذا كان هناك أسماء بعدد كبير من قيادات حزب الله إنما توقع بشأنهم عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وحتى هذه اللحظة لم يكبح جماح ولا نفوذ حزب الله لا على المستوى الداخلي في لبنان، هو شريك في الحكم بل هو محدد أصلا لطبيعة كل مرحلة داخل لبنان، وعلى المستوى الإقليمي له علاقة ممتازة بإيران وله نفوذ معتبر في سوريا أيضا حتى وإن كان ذلك ارتباطا بأجندة إيرانية، ما قيمة أن تفرض العقوبات إذا كان هذا لن يؤثر في المشاكسات الحاصلة على الأرض في أقل القليل؟ هذه حقيقة لابد أننا ندركها، ولكن أيضا لابد أن نشير إلى أن حزب الله بالرغم من ما كان يمتلكه من قوة في فترة من الفترات وكان يستطيع السيطرة على لبنان بصورة كاملة، ولكن العقوبات التي تم اتخاذها وتحديد الأشخاص الذين تم اتخاذهم لم يستطيع بعدهم أن يتم التحرك أو التوسع أكثر في قدراته. اليوم جماعة الحوثيين في أدنى درجاتها وفي أقل درجاتها، ولكن هناك تستخدم الأساليب السياسية وتستطيع التحرك على الأرض لوجود بعض المجالات التي ما زالت مفتوحة. أيضا لا يوجد إلى الآن حقيقة، إذا ما ذكرته حول حزب الله بأن هناك عدم تحرك وهناك عدم مقدرة على اتخاذ الإجراءات ضدهم، ولكن أيضا أود أن أشير إلى نقطة هامة وهي أنه حدة قدراته، فهو هذا الآن ما نطالب لأنه حد القدرات على جماعة الحوثيين فيسهل بعد ذلك انصياعهم إلى السلام. لابد من تحديد أسماء أشخاص في جماعة الحوثي يتم تقديمهم، إذا لم نستطيع أن نقدمهم إلى المحاكم الوطنية ولم نستطيع أن يتم القبض عليهم يتم تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب انتهاكهم لجرائم ارتكبوها ضد الإنسانية. الأحكام القضائية التي ستصدر أعتقد أنها ستكون ذات حجة، وأيضا ستكون رادع لهم وستكون تحذيرا لمن يريد أن يسير في نحوهم، وسيتم بالفعل ما نتمناه، فأن من كان مخدوعا فيهم أو من كان يرتجى منهم شيء سيظهر له الحقيقة، وبالتالي سيتم الانسحاب منهم وستضعف أكثر وأكثر. وما نأمله جميعا ليس هلاك الحوثيين بصورة وحشية، ولكن ما نأمله هو الرموخ إلى السلام والإتجاه نحو عملية سياسية تؤسس لسلام دائم في اليمن. هذا أعتقد أنه مطلب شعبي من الجميع، وسواء أعربوا أو أبوا وسواء وافق المجتمع الدولي أو لم يوافق، ولكن في النهاية هي إرادة الشعب هي التي تتحقق. أستاذ جمال، عبد الملك الحوثي قائد الميليشيا زعيم ميليشيا الحوثي كان له
تصريحات عبر القناة الناطقة باسم ميليشياته، وقال إنه يهدد صراحة المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض وما بعدها، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والاقتصاد في دبي، وقال ذلك نصا إنه يعرف تماما كيف يؤذي الاقتصاد هناك. حركة التجارة العالمية العابرة من خلال دبي بمينائها أو من خلال حركة التجارة الموجودة في الإمارات بشكل عام، وكذلك المصالح الكبرى الدولية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، كيف لهم أن يتعاملوا مع تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين؟ بالطبع التهديد أيا كان، وإن كان التهديد في النهاية لا يؤثر، كان هذه التهديدات إذا كنا نتحدث عن تهديدات وعن حرب الحوثيين في خلال الأربع سنوات الماضية منذ بدأت الحرب، ونحن نشهد تدهور وحالة سيئة في داخل اليمن، ولكن في الجانب الآخر في الجانب المقابل الذي أعلن الحوثي عن شن الحرب ضده لا يوجد أي تأثير على المملكة العربية السعودية، وهناك اقتصاد متنامي وهناك تنمية وهناك أيضا صد، وكل الهجمات التي قام بها الحوثيون خلال الفترات طوال أربع سنوات والضربات الصاروخية وما أحدثه كله لم يكن له أي تأثير يذكر، كل مجموعة حقيقة فقط بعض الشهداء المدنيين، ولكن في النهاية هو مجموعة الشهداء المدنيين الذين فقطوا في داخل المملكة العربية السعودية طوال هذه السنوات الحرب لا يتجاوزوا عدد أصابع اليدين. هذا من جانب، ومن جانب أيضا الخوافع الاقتصادية لا تؤثر، ولكن التهديدات بالفعل هناك مؤشرات كبيرة وخطيرة بمسألة ليس المضيق هرمز الذي أو المملكة العربية السعودية أو الإمارات من الممكن أن تستهدف، ولكن الذي يمكن أن يستهدف والذي تأثر بالفعل من سيطرة الحوثيين هو ممر باب المندب، هم استطاعوا أن في خلال الفترات الماضية أن يقوموا باستهداف عدد من نازلات النفط هذا من جانب، هم استطاعوا أن يزرعوا بعض الألغام البحرية في داخل هذا المجال. المؤشر الذي أريد أن أتحدث عليه اليوم هو أن شركات التأمين أصبحت تفرض ضريبة تأمينية عالية للسفن العابرة في مضيق باب المندب، وهذا بالفعل يؤثر تأثير كبير على حركة التجارة العالمية، وأعتقد أن ليست المملكة العربية والسعودية والإمارات فقط المعنيين بهذا الأمر، ولكن العالم أجمع لابد من الوقوف في الأمام هذه التهديدات، وإن كانت تهديدات قد لا تؤثر ولكنها تأثيرات على من أشار إليهم، ولكن من الممكن أن تؤثر على المدى البعيد على أحداث الثقة، ولا بد من الوقوف عليها. وأنا أعتبر أن هذه التهديدات هي دليل قوي على تقديم عبد الملك الحوثي بما يؤثر على السلم والأمن الدوليين، وأعتقد أن هذه هي أول الأدلة التي يمكن تقديمها إلى محكمة الجنائية الدولية بانتظار حكم صدور احكام ضد مثل هذه الجماعات. اعتقد انه ان لم يؤثر اليوم سيؤثر غدا وسيؤثر بعد غد على كل من ينطوي معه. استاذ جمال، ماذا عن الجبهه الداخليه اليمنيه؟ انا اتحدث عن الجبهه الموجوده في مناطق التي تسيطر عليها الحكومه اليمنيه الشرعيه والجيش اليمني، ماذا عن سلامه الجبهه الداخليه واتحاد مواقفها حيال كل ما يجري؟ هناك شبه إجماع في داخل المناطق المحررة بأن عدونا هو جماعة الحوثيين، هذا من جانب. هناك حقيقة حتى لا نكون مبالغين ونكون أكثر موضعية، هناك إخلال من الحكومة الشرعية في عدد كثير من المواضع في المناطق المحررة، هناك عدم انتظام بالمواد التمويلية، عدم انتظام للخدمات العامة، عدم انتظام للكهرباء، ولكن هذه كلها حالات من الممكن أن يتم تجاربها إذا اتحدت الجهود. اليوم أنا أعتقد أنه لابد من الأخذ في الاعتبار، للأسف هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى وجود خلافات ليست بين الحكومة الشرعية فيما بينها البين، هي متآلفة ومتكاملة، ولكن هناك خلافات سياسية بينهم وبين بعض المجموعات السياسية مثل المجلس الانتقالي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهناك وقوف ضد دعوات سياسية. أعتقد أن اليوم المرحلة هي مرحلة تجمع الجميع والمصالحة مع الجميع والوقوف أمام كل المطالبات، وخاصة وأننا شهدنا في الفترات الماضية وهو السبب الذي جعل الحوثي يستطيع أن يتمدد ويتقدم ويسيطر على العاصمة، السبب الرئيسي هو الظلم الذي مورس على عدد كبير من المواطنين وخاصة في الجنوب. هذا الظلم الذي مورس هو سهل على الحوثي أن يسيطر على الكثير من المناطق، ولكن أيضا لابد أن نشير إلى نقطة نهاية.
هامه، اننا نتيجه للظلم الذي وقع على الجنوبيين ونتيجه لما مورس عليهم، هم استطاعوا في خلال فتره من بدايه الحرب، خلال فتره اقل من 3 أشهر، ان يقوموا بتسخير كل المحافظات الجنوبيه في تاريخ 18/7/2015. في خلال اقل من 4 أشهر كانت تم السيطره ودحر قوات الحوثيين عن كل المحافظات الجنوبيه، وهي اشاره ايجابيه لابد من الوقوف عليها. اليوم كل المحافظات الجنوبيه تم تحريرها، وللاسف اغلب او معظم المحافظات الشماليه لم يتم تحريرها، ولكن السير باتجاه تحريرها هناك صعوبات بالرغم من مرور 4 سنوات. اعتقد ان هذا ايضا مؤشر يجب ان تقف عليها الشرعيه بصوره جديه من اجل تحقيق التوازن والمصالحه الوطنيه واتفاق الكلمه. نعود ونقول انه بالرغم من كل هذا، ولكن الجبهه الداخليه المواطنين في كل المحافظات المحرره يشعرون بانه عدوهم الحوثي، واننا لابد ان ننتصر في هذه المعركه من اجل تحقيق التنميه السياسيه. لا نقول انه عدو لابد الفك به واعدامه والقضاء عليه بصوره تامه، ولكن لابد من ارضاه ليخضع الى العمليه السياسيه، لانه الحوثيين او من انتمى اليهم او من ساندهم او من وقف معهم هم في النهايه مواطنون يمنيون قد يكونوا اخطاوا، ولكن لابد من الوقوف عليهم والوصول الى حلول سياسيه تحقق التوازن وتحقق المصالحه وتحدث رفع الظلم عن من وضع عليه ظلم. لا يعلم التاريخ تحديدا الذي فيه يمكن ان يحدث كل ما ذكرته في ختام هذه المداخله. شكرا جزيلا لك الاستاذ جمال باراس، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. الاستاذ محمد الفقيه القيادي في حزب المؤتمر اليمني انضم الينا عبر الهاتف. استاذ محمد، انا سالت الاستاذ جمال عن متانه الجبهه الداخليه اليمنيه تحديدا في المناطق المحرره الخاضعه لسيطره وسلطه الحكومه اليمنيه، ماذا عن سلامه الجبهه الداخليه في حزب المؤتمر حيث حضرتك تمثل هذا الحزب؟ كثيرا ما قالت ميليشيات الحوثي انها تتحدث عن شروخ وتصدعات بحكم كل التطورات التي جرت وبحكم التحولات التي اصابت حزب المؤتمر، ماذا عن سلامه الجبهه الداخليه ومتانه الموقف الواحد لحزب المؤتمر حيث انتم؟ اولا احبك يا احمد وضيفك الكريم. مع الأسف المؤتمر يعاني بشدة بعد اغتيال الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر. أصبح المؤتمر يعاني بشكل كبير جدا من تعدد القيادات وتعدد الأفراد. اللي بصنعاء معروف مضغوط عليهم، أنه الشيخ صادق من الوراث رئيس المؤتمر أو القائم بأعمال رئيس المؤتمر في صنعاء، الحوثيين ضاغطين عليهم بكل لا نحن نلتمس لهم العذر. نعم، خاصة الذي في صنعاء وضعهم الأمني ووضعهم الاجتماعي، لكن الذي في الخارج القيادات التي في الخارج مع الأسف لم تستطع أن تتفق على أي شيء. الحديث وهذا يسبب مشكلة كبيرة جدا للمؤتمر الشعبي العام والمقبل السياسي. المرحلة الرهنة كنت هسأل هذا السؤال للتو، هل المسألة مرتبطة برفاهية البحث عن المستقبل السياسي لحزب المؤتمر في ضوء أن هناك خشية أصلا من أن يضيع اليمن بأكمله في ضوء التطورات الراهنة وفي ضوء سنوات الحرب التي يحياها اليمن دون إنجاز حقيقي على الأقل فيما يتعلق بصنعاء؟ هل المسألة مرتبطة أو هل يخشى اليمنيون حقيقة أن يندثر مثلا حزب المؤتمر، أم أن المسألة مرتبطة بأولويات على قيادات حزب المؤتمر وعلى قواعده أيضا أن ينغمسوا فيها وأن يكونوا أكثر اهتماما بها؟ المؤتمر لن يندثر، وخاصة بعد أزمة 2011 أثبت أنه قوي وأنه حزب الشعب وكل الناس بل في العالم أجمع أعتقد أنهم ينظرون إلى المؤتمر الشعبي العام كحزب يمني رائد، هو من يجب أن يستلم السلطة، هو من يجب، لأنه كل قياداته وكوادره وقواعده هي من الشعب وليس لها أي أبعاد دينية، وهذه المصيبة في الأحزاب الدينية المؤتمر بعيد عنها تماما. بس فقط هناك أولويات الآن أصبحت للقيادات التي في الخارج، أما في الداخل كما قلت لك هم معذورون، يعني نقول باليمني معذورون. نعم. اللي في الخارج أصبحوا يبحثون فقط عن أولوياتهم الشخصية فقط، ونتمنى كقواعد مؤتمرية أو كقيادات وسطية أن ينظروا القيادة العليا أن تنظر إلى القواعد وأن تبعد عن أن تنهي هذا الخلاف القائم بين حزب المؤتمر، كل يتنازع على قيادته وكل يدعي انه هو القائد. ما بعد اغتيال معروفه يعني ما بعد اغتيال الرئيس المغدور علي عبد الله صالح، الكل تقريبا كان يفترض ان هناك
انسجاما تفرضه الضرورة بين حزب المؤتمر الشعبي وبين الحكومة الشرعية، بصرف النظر عن بعض الخلافات أو الخلافات الحقيقية التي دبت بين حزب المؤتمر وبين الحكومة اليمنية في أعقاب سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء وعلى مناطق يمنية أخرى. في الوضع الراهن أهو تحالف الضرورة أيضا الحاصل بين بعض قيادات حزب المؤتمر والحكومة، ولا هناك إدراكا من أن ميليشيات الحوثي ربما لن تبقي ولا تذر لا على الساحة السياسية ولا على غيرها؟ السببين الذي ذكرتهم هم الحاصلين الآن. فالشرعية نحن على خلاف بسيط مع الشرعية حول الإخوان، لأن الإخوان والمسلمين هم مسيطرين على الشرعية بشكل كامل، والدليل ما حصل في تعز من قتال السلفيين وتهجيرهم من قبل قيادات إخوانية. لكن الحديث أيضا عن السيطرة بشكل كامل هذه قد يكون فيها أيضا ظلم أو إجحاف للحكومة اليمنية، يعني المسألة على مدى سنوات ماضية قيل أن عملية تطهير تتم بشكل تدريجي وبشكل ممنهج من قبل الحكومة اليمنية أيضا. لا، الآن الإخوان مسيطرين سيطرة تامة على الشرعية من الألف إلى الياء، فقط الرئيس فقط. نعم. لم يعد إلا الرئيس فقط، والرئيس وحده لا يمتلك أن يعمل شيء، لكن كل الأذرع إخوانية. إذا كان هناك هذا القدر من الشقاق والتصدعات في الرؤى، إما لأن هناك اختلاف في وجهات النظر أو أن هناك اختلافات بعض الاختلافات الأيديولوجية، اسمح لي أستاذ محمد، كيف ستديرون المعركة بشكل كامل مع ميليشيات الحوثي التي حتى وإن كان فيها من المشكلات ما فيها لكنها على الأقل تبقى على مستوى الواجهة تظهر قدرا من التماسك على الأقل؟ الآن مع الأسف كل الجبهات توقفت بأمر إخواني، والحوثي أصبح يتقدم الآن في الضالة متقدم، استولى على العود، استولى على مواقع جديدة، حصل تقهقر رهيب بسبب وقف الجبهات التي مسكنها الإخوان. كل الجبهات التي مسكها الإخوان كلها واقفة، الحوثي يتمدد ولا يبالي زي ما نقول. حتى والمقاومة الشعبية تقول إنها كانت تخوض معارك على الأرض عنيفة على الأقل في معارك الضالة عندما أراد الحوثيون الذهاب إلى الجنوب مجددا، وكان في الأمر قدر من تصدى له المقاومة الجنوبية فقط، قوة العمالقة هي التي تتصدى. أما الجبهات الأخرى مثل نهد أو جبهة صعدة لا زالت مشتعلة، أما بقية الجبهات كل الجبهات التي بيد الإخوان واقفة تماما ولم يطلق فيها حتى رصاصة واحدة. كيف السبيل إذن للتعامل على الأقل إذا لوقف نزيف الخسائر التي تقول أن هناك مشكلة في التعامل معها على الأرض؟ طلب المؤتمر فقط تصحيح المسار للشرعية. تصحيح المسار للشرعية، ولو الشرعية جادة وصححت المسار صدقني كلها، ورأينا ما حصل في جبهة الساحل كلها أشهر وسينتهي شيء اسمه حوثي من اليمن نهائيا. لكن هناك من يتعامل طيب في المقابل مع المؤتمرين على أنهم كانوا جزءا أصلا من التحالف الذي كان تحالفا تكتيكيا أو استراتيجيا لا فرق مع ميليشيات الحوثي لإحكام سيطرتها على كل البلاد قبل أن يدشن التحالف العربي عملياته بناء على تفويض من المؤتمر. اسمح لي، المؤتمر كان مضطر للتحالف مع الحوثي مثل ما حصل الآن للمؤتمر اللي في صنعاء، بينما الإخوان تحالفوا مع الحوثي لإسقاط الدولة في عام 2011 وهم من أدخلوه إلى صنعاء وليس المؤتمر الشعبي الآن. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الفقيه القيادي في حزب المؤتمر، متحدثا عما يجري في اليمن في عمومه وعما يحدث كذلك داخل حزب المؤتمر الشعبي الذي يبدو أن هناك مشكلة صحيح في مستوى قيادته ما بعد مقتل الرئيس اليمني الراحل أو المغدور علي عبد الله صالح، لكن هناك أيضا بعض المشكلات المرتبطة بإدارة الجبهة الداخلية حسبما يقول في ضوء بعض الخلافات الأيديولوجية أو بعض الرغبة في تحقيق قدر من المصالح على الأرض على أي حال. تزال الأزمة تراوح مكانها في ظل ما يقال عن رغبة دولية من قبل اللجنة الرباعية المعنية بالأزمة اليمنية وعلى رأسها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وبريطانيا ومسؤول الخارجية الأمريكية الذين أصروا على ضرورة إرغام ميليشيات الحوثي على تنفيذ مخرجات اتفاق السويد في غضون 18 يوما قبل عقد جلسة تخص الأزمة اليمنية في مجلس الأمن في 15 مايو المقبل. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال هذه الجولة.